اعتقال راتكم ملاديتش يأتي بعد 3 سنوات تقريبا من اعتقال الزعيم السياسي الصربي البوسني رادوفان كراديتش، ليعيد إلى الأذهان ذكريات أليمة تمثل شهادة حية على مجرى ليس في سيبرينيتشا فقط بل في البوسنة بأسرها. لقد انتظرنا هذا الخبر لأكثر من 16 عاما. أولئك الذين ألقوا القبض عليه كانوا يعلمون أين يختبئ الجزار. إنه أمر محزن جدا حيث كانوا على علم بذلك طوال الوقت، ولكنهم لم يرغبوا في إلقاء القبض عليه. ووقعت المجزرة في العام 95-1 واستمرت 5 أيام عندما قام الصرب بعملية تطهير عرقي لما أصبح يعرف بأكبر مجزرة في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية. واحتشد آلاف من البوشتاق في البوسنة والهرسك لإحياء الذكرى 15 لمجزرة سيبرينيتشا التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وشاب من مسلمي البوسنة، وعيد فيها دفن 772 ضحية تم التعرف على هوياتهم، وذلك في منطقة سنتر بوتوكاري وهو موقع النصب التذكاري لضحايا المجزرة والتي دفن فيها 5000 شخص في أكبر جنازة حتى الآن منذ البدء في إعادة دفن الضحايا في مقابر فردية بعد إخراجهم من المقابر الجماعية.